يعني وجودك معايا النهارده بالتاكيد لازم يكون في رساله ممكن تقولها لكل انسان بيمر بمحنه زي اللي انت مريت بيها، فقد جزء من جسمه، رجله او ايديه، واعتقد ان الحياه انتهت. انت اصبحت النهارده من اصحاب الارقام القياسيه وانت مبتور، فما تصورش ان في حد اكتر منك انه يقدر يوصل رساله للناس يقول لهم حاجه. تحب تقول لهم ايه؟ والله رحلتي الشخصيه يعني الناس لما بتشوفني عملت بطوله او عملت انجاز كبير ده بيبقى انعكاس لرحله نفسيه وبدنيه وعقليه، رحله كامله بتقدر تتجسد في الاخر بالشكل اللي بتشوفه في التلفزيون او بتشوفه في الفيديو او بتشوفه في السوشيال ميديا. فوصولي لده جه من ان انا عديت بخطوات بسيطه قوي. اول كلنا بنقع، كل الناس، في ناس بيحصل لها حالات وفاه بتكسرها، في ناس بتسيب حبيبها او زوجها او بتتكسر، كل الكسرات دي في الاخر مشابهه لبعض او خطوات الطلوع منها مشابه لبعض. فانت لو حاجه انت ما تقدرش تغيرها، اولا حاول تغير اللي انت فيه. يعني اول حاجه تعملها حاول اغير، هعمل بدل ما همشي كده همشي كده، بدل ما هعمله بالطريقه دي هعمل بالطريقه دي. بعد كده هتلاقي في حاجات انت ما تقدرش تغيرها، الحاجات اللي ما تقدرش تغيرها لازم تاكسبت ترضى بيها، اللي هو الرضا اللي ربنا كلمنا عنه، والرضا ده درجات كبيره قوي وكتيره قوي. فلما توصل لدرجه عاليه من الرضا بتبدا عينك تشوف ممكن اعمل ايه بعد كده، فبيبدا عندك فيجن او رؤيه، تشوف رؤيه، انا عندي رؤيه عايز اشوف نفسي بعمل كذا، عايز ما اموتش ان شاء الله غير لو انا عملت 1 2 3 4. تبقى عندك رؤيه دي بتمشي ليها خطوات، وبعد كده ربنا بيقول لك واستعينوا بالصبر والصلاه. يعني لازم يبقى عندنا الصبر لان الخطوات دي يعني هاهدم فيها او ههاجم فيها او في حاجات مش هعرف اعملها او في طرق مسدوده كتير هقابلها. يعني في كل ايفنت وكل حدث عملته من دول قابلت طرق مسدوده كتير قوي. يعني الحمد لله برضو يعني مش بس الناس اللي ساعدتني، ابويا وامي، البلد كلها ساعدتني، معالي الوزير اشرف صبحي ساعدني، ناس كتير قوي كانت بتقف في ظهري. فدايما كان في طرق مسدوده، دايما تحاول تشوف اعدي الطريق ده ازاي. الطريق اللي جاي بقى هتعمل ايه بقى؟ الطريق اللي جاي والله في الاخر، بس الحلم اللي جاي، اخر حاجه احب اقولها ان ما تقدرش تعمل ده كله او كل ده يبقى دايره مفرغه لما عندكش ايمان قوي قوي بربنا. كل ده هيروح على الفاضي. الحاجه اللي جايه ان شاء الله اللي انا نفسي اعملها، هنعمل ريكورد ثاني، هنعمل ريكورد في تسلق الجبال ان شاء الله مع سنت في السنه اللي احنا فيها دي، هنعمل ريكورد في الفري دايفنج ثاني. الفري دايفنج اللي انا عملت فيه اطول غطسه تحت الميه، والهدف اللي انا بعمله بقى بالمقابل ده الهدف الانساني، عامل مبادره اسمها نقدر لدعم الصحه النفسيه لذوي الاعاقه. فالمبادره دي باختصار كده يعني لو انا حصلت لي حادثه من اسبوع، في حد لسه حصل له حاجه النهارده، فانا بحاول ادعمه، في حد تاني بيدعمني، في حد تالت بيدعمني. فالمبادره دي الصراحه من الحاجات اللي بتحسسني يعني بقيمتي في المجتمع، وبان انا بضيف او بجيف باك، يعني بدي تاني للمجتمع اللي اداني كتير وساعدني كتير ان اوصل من هنا لهنا. واحنا بنتبنى معاك هذه المبادره نقدر، يا ريت، وبنطلقها من برنامج واحد من الناس مع البطل الجميل عمر حجازي، نقدر للدعم النفسي. وانا واثق ان احنا بقيادتك انت بقى في هذا الموضوع هنقدر ونطلق هذه المبادره من واحد من الناس باذن الله. بشكرك على ده، وده شرف لينا، وان شاء الله نغير في نفسيات ناس كتير، ناس كتير محتاجة بس ان حد يقول لها انت. تعالى بقى بعد التسجيل نفكر ممكن نعمل ايه بشكل ثابت في البرنامج عشان ننفذ هذه المبادرة. يلا بينا، يا ريت. يعني عمر الحقيقة قال لي كلمة مهمة قوي قوي وعظيمة جدا. لكل انسان بيصاب بألم، بيصاب بمشكلة، بيصاب بعجز، ممكن يعتقد ان هو نهاية الحياة. الرضا، 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 انك انت تكون راضي باللي قسمه الله، ثم تتجاوز بعد مرحله الرضا مرحله انك انت تفكر ازاي تقدر تنجح. عمر قال لنا وصفه اتصور انها افادتني واكيد افادت ناس كتير. بشكرك جدا، نورتني. شكرا يا استاذ، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. سعيد اني كنت معاك النهارده. وانك كمان.